استنكر وزراء الخارجية العرب التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن الدول العربية تنظر إلى هذه التهديدات بأعلى درجات اليقظة. أعلى درجات اليقظة مع إيران، مبدأ أكد عليه المجلس الوزاري العربي المنعقد في الرياض تحضيرا للقمة العربية في دورتها 29 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. لا سلام مع إيران قبل توقفها عن التدخل في الشؤون العربية وأطماعها في سوريا واليمن والبحرين وغيرها من الدول التي طالتها أذر الميليشيات الإيرانية. على جيراننا من الأطراف الإقليمية أن يعلموا أنه عندما يتعلق الأمر بتهجيد الأراضي العربية أو العبث بسيادة الدول، فإن العرب يتحدثون بصوت واحد ويتحركون انطلاقا من فهم مشترك. كما ندد وزير الخارجية السعودية عادل شبير بالتصميم الإيراني على استهداف المملكة بالصواريخ الباليستية التي تطلقها جماعة الحوثي. إن بلادي لا تقبل ولا تتسامح مع الإرهاب والتدخلات الإيرانية في منطقتنا. إن إيران والإرهاب حليفان لا يفترقان، فهي تقف وراء إمداد ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لها في اليمن بالصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع التي تطلقها ميليشيات الحوثي على المدن السعودية والتي بلغت 117 صاروخا. وفي سياق جهود التصدي لهذه المخاطر، جاء اجتماع اللجنة الرباعية المعنية بالتصدي للممارسات الإيرانية بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، حيث تم التأكيد على أن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة من خلال زرع الطائفية واحتضانها لقادة الإرهاب وتمويلهم ماديا وبالسلاح. مع تصاعد الخطر الإيراني، أصبحت الدول العربية بحاجة إلى استراتيجية موحدة تضمن التصدي بحسم للأطماع الخارجية وخاصة الإيرانية منها.